مرحبا بكم، رفقكم معايا في واحد الجولة خفيفة داخل ضيعة أفوكادو من بين الضيعات اللي متبعينهم. هذا اللي شفتو دابا أفوكادو هاس، هذه شجرة فورتي، هذه فاكهة فورتي. السبب هكا لأنها عملية التلقيح لم تنجح كما قلنا من قبل. هذا الهاس نتاج جيد، نواحي مدينة القنيطرة غرب المغرب. زراعة شبه مكتفة، نموذج لإنتاج غزير. إلى اللقاء.